النهاردة معنا أحد المواقع البحثية المهمة وهي سيمنتيك سكولر. الموقع البحثي ده عليه بيبرز كتيرة جدا ممكن إن احنا نقدر نستغلها في البحث العلمي بتاعنا. حلاوة السيمنتيك سكولر دي اللي هي متصلة بالكونكتد بيبر. الكونكتد بيبر دي اللي هي لما بيكون عندي مقالة أنا عجباني قوي لدرجة إن أنا عايز حاجة متشابهة ليها أو فيها نفس الكونتنت اللي موجودة هنا، فبقدر ان ابحث عنها هنا في الكونكتد بيبر، احط اسم الحاجه او البيبر اللي عجباني فيها في البحث بتاعها، وهي بتبدا تبحث لي في كل المواقع وكل المصادر عن بيبر تانية شبهها فيها نفس المحتويات وبيجيب لي نسبه التقارب بينهم. خلينا نجرب كده في البدايه. اول حاجه هنا بنبحث عن اي معلومه او اي مجال احنا عاوزينه، وليكن البايو ديزل. هو بيبدأ يدور لي بقى في كل البيبرز الموجودة كلها على مستوى العالم، ونشوف أي واحدة عجبتني وليكن دي، تشوف محتواها، تقرأ الجزء بتاعها في البداية. انت اكيد بتبقى يعني احنا مثلا بنبحث دايما في السفير او جوه ساينس دايركت عموما، ففي اسم بيبر بيعجبنا فبنجيبها من هناك ونيجي نحطها هنا، نبحث عنها في السيمنتك هنا فبيجيب لي اسمها. فانا باجي بعد ما اجيب اسمها من قلب السيمنتيك سكولر هنا بقوم نسخها واروح على كونكتد بيبر واقوم عامله لها باست واقول له بيلد اجراف. بيبدا ان هو يدور لي على البيبر او الريفيو بتاعي في قلب قاعده البيانات بتاعته، فاستنى لحد ما يدور لي عليه. هو كده لقى الريفيو، انا كده هضغط عليه، فهو هيبدا يعمل لي جراف ان هو يرسم لي، يقول لي على البيبرز الموجودة في العالم كلها اللي اتنشرت وبتحمل نفس المحتوى ده. تفسير الجراف ده ايه؟ الدايرة اللي هي عليها زي فايلوت من حواليها كده دي الاوريجينال بيبر بتاعتي اللي هي الاصلية اللي انا عاوزة شبهها. البيبرز التانية دي كل اللي هو الاهم، كل ما البيبر تكون تاريخها قريب لتاريخ البيبر بتاعتي بتكون حواليها، يعني هي 2010 هتلاقي 2012 جنبيها، 2008، 2007 السنين القريبة منها جنبيها. طيب عندنا 2020 واحدة بعيدة، السنة موجودة بعيدة عنها لأن سنتها بعيدة. طيب الحاجة التانية، في بيبر هنا لونها فاتح وفي لونها غامق وفي غامق قوي. اللونها فاتح دي معنى ان الريليتد بتاعتها مش قوي، مش فيها محتوى قوي زي الأصلية بتاعتي، انما الغامقة خالص دي معناها ان فيها نسبة كبيرة من المحتوى الأصلي بتاعي. فكل ما اللون يخف خالص زي كده بيبقى فيها معلومة او حاجة بسيطة، كل ما لونها يبقى غامق يبقى هي اقرب للأوريجينال بيبر بتاعتي. وممكن هنا اعمل اكسباند واشوف العدد السيتيشن بتاعت البيبر. طبعا الاصلية السيتيشن كمية الريفرنس اللي موجودة فيها يعني كتير، بيقول لي بقى عدد التشابهات في دي فيها كام ريفرنس منها، دي نسبة التشابه بينها. طيب دي الأصلية بتاعتي دي 100%، شوفوا اللي تحتيها دي نسبة التشابه بينها وبينها كام، 41%، يعني نقول نص نصها، يعني فيها معلومات زيها تعتبر متقاربة منها. فأنا أقول مثلا إن البيبر دي تقدر تساعدني، فده البيبر هي بضغط عليها وبتبدأ تجيب لي هنا. أبدأ إن أجيب اسمها وأفتحها في جراف لوحدها أشوف لو في شبهها، وأفتحها في باب ميد وجوجل سكولر وكده أقدر إن أنا أشوفها وأتفرج عليها. فحلاوة الكونكتد بيبر هنا إنه بيسهل عليا أوصل لبيبر تاني أو ريفيو أو أيا كان نوعية الشيء اللي معايا بنفس الكيفية اللي ببحث عليها، بدل ما أقعد أجرب أبحث بأسماء كتيرة وأتعب في نفسي ممكن ما يطلعليش حاجة. لأ، أنا بس يكفيني إن أدور على واحدة والباقي بيجيبه لي من خلال الكونكتد بيبر، كل اللي بيدور على نفس الموضوع. تمام، ده كانت اهم خاصيه كان لازم نتعلمها اللي هي السيمنتد سيمنتك سكولر متصله بالكونكتد بيبر. بجيب اي اسم بيبر عجبتني انا شفتها على موقع السفير او سينس دايرك او ايا كان، واجي ابحث عنها هنا في السيمنتك سكولر واجيب اسمها منه، نسختها منه. تمام، او حتى انسخها من بره ما فيش مشكله، ممكن ما احتاجش للسيمنتك سكولر، ولكن انا بفضل ان البيبر لو موجوده في السيمنتك سكولر اذا فهي موجوده في الكونكتد بيبر. طيب لو مش موجوده هنا فمش هلاقيها هنا للاسف الشديد. فعشان كده دايما بربط نفسي، طالما انا لقيتها هنا وبحثت عنها ولقيتها اذا فانا هلاقيها في الكونكتد بيبر اكيد، يعني باذن الله. تمام، اتمنى اكون فدتكم بمعلومه جديده المره دي، وان شاء الله في معلومات جايه كل مره حاجه بسيطه كده. شكرا.